اليوم سأتكلم معكم إن شاء الله عن سنة الامتياز، السنة التي تكاد تكون الأهم في حياة الطالب بالقطاع الصحي علميا وعمليا. بصراحة أنا اتخذت هذا الموضوع لأني كنت في مثل مرحلتكم، أشعر بالضياع والإرهاق الشديد لنيل المعلومة المطلوبة بهالخصوص. فبعد رحلتي التي قضيتها بسنة الامتياز وحمد الله توفيق الله لي فيها، قررت أني إن شاء الله ما أبخل على أي أحد بأي معلومة، وبالعكس يعني أسعى لنشرها لمن يحتاج، فزكاة العلم بذله لمن يستحقه. هنا مقولة رائعة للفيلسوف الصيني يقول: قل لي وسوف أنسى، أرني وقد أتذكر، أشركني وسوف أفهم. وبهذا المقصود تحديدا تتجلى روعة سنة الامتياز، والتي تهدف إلى عدة أهداف، أبرزها هي إتاحة الفرصة لطلاب الامتياز للتدريب الميداني في تخصصاتهم، تصقل مهاراتهم السريرية وتعينهم على إتقانها، تطوير أساليب العمل مع الفريق الطبي، تنمية أساليب التعامل مع المرضى وذويهم، وتطوير مهارات التواصل والإلقاء والإدارة لديهم. أبدأ معكم الآن بأهم الاستعدادات لما قبل سنة الامتياز، ألا وهي تتجلى في هذه الأربع عناصر أمامكم. بادي ذي بدء أنا وأنتي مستمعين الكرام وحدكم المسؤولون عن صنع أمجاد ذاتكم، وتتجلى بداية في المعدل الأكاديمي. المعدل ثم المعدل ثم المعدل يعتبر أهم وأكبر معيار يبقى معك كل عمرك علميا وعمليا، سواء بتقدم على تدريب امتياز، سواء بتقدمين أو بتقدم على وظيفة، سواء دراسات عليا. المعدل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس يلعب دور هام جدا جدا في ذلك، ويكون ثابت معك كل عمرك الوظيفي والعلمي. الموضوع المهم الثاني هو اللغة الإنجليزية، ولا أقصد بذلك فقط اللغة في الميديكال فيلد، بس أنا أقصد حتى اللغة العامة في التواصل. لذلك إذا كنت في المستويات الأخيرة من دراستك، أنا أنصحك أنك تاخذ اختبار توفل أو آيلتس لتجربة صقل معلوماتك ومهاراتك في الإنجليش، وبرضه ستكون إضافة جميلة في السي في عندك. وكذلك إن شاء الله يعني تساعدك أنك تكون خطة التجربة هذه بإذن الله، وممكن تفتح لك أبواب دراسات عليا فيما بعد. يعني مع العلم أن صلاحية الاختبار كلها مدتها سنتين، لذلك أنا أقول لكم أخذوها في وقت ما قبل التخرج. ولكن يبقى الأهم طبعا هو حرصك على مهارة اللغة الإنجليزية، لأنها ستكون اللغة الأولى في التواصل بالمستشفى، وتعتبر حتى أحد معايير القبول لدى بعض المستشفيات كما سأذكر لاحقا إن شاء الله. من الأمور كذلك هي تجربة التطوع والمبادرة والمغامرة فيها، والمشاركة بالفعاليات والأندية والمجالس الطلابية ولو حتى إلكترونيا مثل الآن. كلها ترى تصقل الشخصية، تنمي الذكاء الاجتماعي والذاتي، وتضع سي في جميل لك بإذن الله. كيف اختار المستشفى المناسب؟ بادي ذي بدء اعرف مدى التعاون بين جامعتك والمستشفيات، سواء في منطقتك او حتى في مستشفيات خارج منطقتك. يعني جامعة جازان مثلا تتيح ان الطالب ياخذ امتياز في مستشفى اخر. احرص على نوعية المستشفى قد ما تستطيع، كن في مستشفى كبير خصوصا في سنة الامتياز، لانه يضيف اسم قوي في السي في عندك، ويعطيك صورة اكبر واطلاع اكثر لكيفية تعامل المنظمات الكبيرة في الإدارة وفي التعامل مع المرضى. برضو ضروري تعرف معايير المستشفى للقبول، ألا وهي تتشكل في الأربع نقاط قدامكم غالبا: معدل أكاديمي، لغة إنجليزية بيكون باختبار، اختبار تخصص بعض المستشفيات تسويه مثل المستشفى العسكري بالرياض، الانترفيو، معظم المستشفيات تسوي انترفيو، وراح أتكلم يعني بإسهاب في موضوع الانترفيو قادما إن شاء الله، لأنه مهم جدا سواء للامتياز أو حتى للوظيفة بإذن الله. السي في برضو في بعض المستشفيات تتطلبه قبل تقدم لها. باختصار ضروري تضع معلوماتك الشخصية، اسمك، معلومات التواصل من إيميل، من رقم جوال، مؤهلك العلمي، تقديرك، الجي بي اي، نبضة بسيطة عن مهاراتك الذاتية، مثلا قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية نطقا وكتابة، مثلا قادر على العمل كفريق عمل أو حتى بشكل فردي، المؤتمرات، الدورات اللي حضرتها، شاركت فيها، تطوعت فيها، التوصيات اللي حصلت عليها. وأنا جدا جدا أنصح أنكم تحصلون على توصيات أكاديمية في آخر ترم لكم، وأثناء سنة امتيازكم احصلوا على توصيات من رؤساء الأقسام ومن الإدوكيشن كوردينيتورز، جدا بتفيدكم يعني مهنيا وحتى في الماجستير بعدين، وحتى وجودها جميل عندك حتى كذكرى. يعني
هذه أمور راح تساعدكم إن شاء الله لمعرفة صقل السيرة الذاتية. أول شيء مايكروسوفت أوفيس آخر إصدار لها الوورد فيه خاصية جميلة اللي هي السيرة الذاتية على طول جاهزة، وأنتم تعبون بس البيانات حتى مبين لك وش البيانات اللي تكتبها. ممكن هذا تسهل عليكم أول سي في تسوونه. بالمقابل اللينكدين ضروري كلكم يكون عندكم حساب فيه، لأنه يعني كأنه سوشيال ميديا بس مهنية، تتواصلون فيها مع الأشخاص الإكسبرتس، تشوفون كيف بنوا السي في عندهم، كيف بنوا خبراتهم، كيف ما شاء الله مثلا قدموا أبحاثهم، كأنه يعني سوشيال ميديا بالسي في. نتكلم الآن عن المقابلة الشخصية. طبعا أهم شيء أنك تحضر مبكرا بقدر ما تستطيع. يعني لو مثلا أرسلوا لك الانترفيو يا فلان ولا يا فلانة الساعة 9، أفضلكم تعالوا من الساعة 8. وإذا أنتم أشخاص تقلقون أو تتوترون زيادة عن اللزوم، أنا أنصح أنكم تجون حتى قبلها بيوم، تكونون علاقة كويسة مع المكان، تعرفون أي بوابة المكان، يعني قاعة الانترفيو، أي بوابة، أي قسم، أي زاوية في المستشفى نفسها. الحضور المبكر راح يعطيك راحة نفسية أكثر، وأنت يعني أو أنت كذلك ما تضمنون وش تواجهون في الطريق، ما تضمنون وش تواجهون من ظروف الدنيا، فحضور مبكر راح يريحك نفسيا. برضو المظهر اللائق قد ما تستطيعون. يمكن تقولون سارة هذا شيء بديهي، لكن صدقوني بعض الأشخاص يقعون في أغلاط ما حد يتمنى أنه يقع في غلط، ويكون مقابلة هذا الغلط أنه يرفض من وظيفة. ابتعدوا عن يعني الاكسسوارات الهبي سواء ميل او فيميل، ابتعدوا عن العطورات الثقيله. نعرف واحد رفض لانه كان حاط عطر عود ثقيل جدا، يعني مقابلته كانت الظهر وحاط عود يعني، فرفض لهذا السبب. شوف سبب بسيط يعني، اكيد هو وقتها كان يحس انه قاعد يتنظف وريحته زينه، لكن كل شيء لازم يكون بتوازن. بالمقابل الفيميلز، انا اعرف واحده رفضت لانها كانت حاطه لون روج غامق شوي. فالتوازن جميل، خلوكم مهندمين وأنيقين ومرتبين بدون ما تكونون مبالغ فيه من جميع النواحي. أهم نقطة اللي هي أنكم تهيئون نفسكم فكرياً وذهنياً ونفسياً للأسئلة المتوقعة. غالباً تتضمن 5 أسئلة. أول شيء introduce yourself، احفظوا وشو introduce yourself. أكيد أنت راح تتكلم عن نفسك، لكن استعد وش أنت بتعرف نفسك. اسمي فلان الفلاني، متخرج من جامعة كذا، تخصص كذا، قضيت سنة امتياز في المكان الفلاني، تخصصت في سنة الامتياز 6 أشهر الأخيرة في المجال الفلاني. هذه كلها تدرب عليها وهيئ نفسك تخيلاً أنك أنت قاعد تواجه ناس تقابلهم في الانترفيو. برضو من الأسئلة المهمة راح يختارون، يعني تنسأل إياها غالباً، ليش اخترت المؤسسة هذه والمستشفى هذا؟ وخل عندك overview عام على المكان اللي أنت راح تحله. والله مثلا البيت كاباسيتيز عندكم واسعة، والله مثلا البيشنت كير عندكم one of the best hospitals، إلى آخره من هذه الأسباب، وخليك أنت مطلع عليها عشان تجاوب بشكل واثق وأنيق. من النقاط اللي برضو ينسأل عنها الإنسان في الانترفيو، what is your strengths point, what is your weakness points. أعتقد نقاط القوة سهل جدا إن الإنسان يعني يتكلم فيها، لكن نقاط الضعف أنصحكم لكم تقولون نقطة ضعف ممكن أو بالإمكان، يعني الأفضل أنها تكون كأنها نقطة قوة في المكان اللي أنتم فيه. على سبيل المثال نقطة ضعف لك تقول والله أنا جدا دقيق، أو أنا جدا دقيقة وحريصة. هذه في بيئة عمل زي بيئة المستشفى بلاكس تعتبر نقطة قوة. الدقة والحرص هذا شيء يعني نتمناه كلنا في جميع الكادر الطبي. برضو راح يسألونكم أسئلة عامة بالتخصص، في الغالب يعني أن تكون الأسئلة للإنترنز أو حتى الموظفين الجدد عامة، نادر ما يتعمقون، مثل الألارة، مثلا الكونترا إنديكيشن للكونتراست. استعدادك بهالأمور الثلاثة كلها راح يعطيك ثقة بالنفس جدا جدا قوية. وطبعا محافظتك على أذكارك وقولك لدعاء اللهم أدخلني مدخل صدقين وأخرجني مخرج صدقين واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. نجي لسنة الامتياز اللي هي تعتبر أروع سنة بحياة كل طالب صقحة، لأنها تصقل مهاراتك وتخليك تكتشف نفسك وفي أي مجال أنت تحبه. ممكن تعتقد نفسك أيام الجامعة أنك أنت تحب الألتراساوند، بس تتفاجأ أيام الدراسة أنك عفوا أيام الامتياز إن لا والله I see myself more in MRI. على السريع راح أتكلم لكم عن أبرز حقوق طلبة الامتياز، اللي هي أنه يحصل على تدريب شامل ويتعلم تحت إشراف المسؤولين بالقسم، تعرف كل المسؤول عنك وكل education coordinator، تحصل على تقويم مستمر لمهاراتك، تتمتع بمزايا المتدرب اللي هي من إجازات، غالباً إجازات العيدين وأحياناً 10 أيام أو أسبوعين حسب التنسيق بين المستشفى والجامعة، ومكافأة مالية تقدر ب 2500 إلى 2800 حسب الجامعة برضو، أنك تحصل على دعم واحترام من جميع العاملين في الكادر الطبي.
كطالب امتياز وكطالبة امتياز واجباتك تتركز في أنك تعمل تحت إشراف المسؤول عنك، تلتزم بقوانين الحضور والانصراف، تلتزم بزي الرسمي، متطلبات كل قسم حسب معايير تقييمه، تقييم قسم السي تي مختلف تماما عن تقييم قسم الفلوروسكوبي، تحضر أنشطة قسم المحاضرات أكاديمية ومؤتمرات وإلى آخره. هنا نقطة جدا جدا مهمة اللي هي العلاقات الاجتماعية لطلبة الامتياز، خصوصا خلونا نتكلم عن الفريق الطبي اللي في بعضهم يواجهون فيها صعوبة. طبعا لابد من الاحترام والتقدير المتبادل مع الجميع. كثير انترنز يقولون ان نواجه مشكلة مع الاخصائيين خصوصا في المستشفيات الكبيرة، يعني ما يعطونا حقنا في الشرح او التعليم او نقل خبراتهم. انا هنا بقول لك انت كطالب وكطالبة امتياز حاول تتحلى بروح المبادرة والتطوع ولو بابسط الامور، انك انت تنادي بيجت، انك انت والله تدخل البيانات في السيستم. حرص الاخصائي اللي يشرف عليك انك انت والله انترست انك تتعلم، انترست انك تساعده، انترست انك تفيده، ما تكون يعني مزهريه عفوا على الكلمه، بس يعني الاخصائي لما يشوف الانترنت قاعد يساعد وقاعد يبذل مجهود وقاعد يسال السؤال في الوقت المناسب، هنا يستشعر انه والله بعطيه حقه الطالب، يستاهل اني اعطيه حقه. وفي الاخير هي تعتبر شخصيات، يعني لو واجهت شخصيه صعبه من هالناحيه اعتبرها تجربة، تقبل، استفد منها بقدر ما تستطيع. الأخير ما حد زي أحد، لكن على الأقل نفسيا تستشعر أنك أنت أو أنك أنت كأنترن سويت اللي عليك. علاقتكم مع المرضى طبعا، التحلي بالأداب الإسلامية والاجتماعية مع التعامل المباشر، تقديم الرعاية الطبية اللي يحتاجونها، استشعار الحنان والرحمة لهم بقدر ما تستطيعون، استشعار المسؤولية والإخلاص لخصوصيتهم. هذه من الأمور اللي أنا جربتها لما كنت انتين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض مع نفسي، وصراحة I highly recommended لأي أحد، اللي هي قيم نفسك قبل تسمح لأي أحد يقيمك. من الأمور اللي تساعد على تطويرك أنك أنت بنفسك تقيمها قبل أي أحد يقيمها. صممت الجدول عشان أساعدكم، سووا السكرين شوت كل يوم بعد عودتك من الدوام، قيم نفسك اليوم كيف كان أدائي، كيف كان شغلي، كيف كان تعاوني مع الأخصائي اللي معي، معلومات اللي استفدتها اليوم فرغها عشان تثبت أكثر، حتى وانت في البيت من بكرة يوم ورا يوم تلقى نفسك معلومات عندك صايرة أقوى وأكثر ويعني تطورت عندك. اقرأ شابتر من المرجع، كل قسم روتيشن انت فيه، في الألتراساوند أكيد عندك مراجع لو PDF، في الMRI وهكذا. اقرأ مقالة علمية، مر عليك باثولوجي البيشنت انت ما تعرفه وأكيد كلنا قاعدين نتعلم في هذه المرحلة، ابحث عنه في جوجل، حتى في البريك ممكن انك تفتح وتقرا عنه مقاله مقالتين، ما راح تاخذ منك ولا 10 دقائق، 5 دقائق ماكسيموم، يعني مينيمم عفوا، تكون عندك صوره حتى عنها. وممكن تجلس مع الاخصائي وتساله، ولما يشوفك قاعد تساله بطريقه ساينتفك راح يتحمس انه يعطيك اكثر واكثر. طبعا نجي هنا المرحله الحاسمه اللي هي ما بعد سنه الامتياز. هنا رسميا نقدر نقول الف الف مبروك على تخرجك، تستلم وثيقة التخرج، شهادة إتمام الامتياز، تنتقل إلى أخذ التصريح من هيئة التخصصات الصحية وتبحث عن رحلة العمل. وبخصوص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، طبعا أنتم أول دفعة راح تختبر اختبار التصنيف المهني. زي ما تشوفون هذه معظم محتويات الاختبار، مدته ساعتين، في 70 سؤال اختياري. سووا سكرين شوت، سويت أنا هذا الدايجرام عشان يكون واضح بالنسبة لكم. 20% طبعا هم قسم بين كل مجالات الأشعة، بس أكثر نسبة اللي هي 20% للجنرال تكنيك، بعدين 14-13% ما بين الجنرال أناتومي والراديوغرافيك أناتومي والسي تي، بعدين تقريبا من 11-9 على الإكس راي، الفلوروسكوبي، سي تي، ألتراساوند، نيوكلير ميديسن. هذه أهم مراجع للامتحان وموجودة حتى في الموقع، برضو سووا سكرين شوت تستفيدون منها، وموجودة ترى حتى PDF تقدرون تقرونها لو ما عندكم يعني بيبر كوبي. مجالات عمل أخصائي الأشعة ترتكز في الثلاث معايير هذه، فئات هذه، اللي هي إنه يكون أخصائي أشعة في المستشفيات، وتقريبا هذه النسبة الأكبر أكثر من 75%. بعدها يجي جانب العاملين في المجال الأكاديمي والبحثي. البحثي طبعا ممكن حتى أنت كأخصائي أشعة تكون تقدم أبحاث، يعني ما يقتصر فقط على الأكاديمي، لكن غالبا الأكاديميين هم اللي يكون عندهم يعني أعمال بحثية أكثر. والندرة الأخيرة اللي هو العمل في الشركات الكبرى أمثال فيليبز وجي إي وتوشيبا كأبليكيشن سبيشالست. الغالب يأخذون السينيورز من المستشفيات، يعني هم ينقونهم ويعرضون عليهم العمل بهذا المجال. أخيرا بختم بهذا الموضوع، كيف الأخصائي ممكن يقدم على الوظائف؟ بأنه يكون أتاتش
لهذه المواقع اللي هي تهمه عشان يكون ابديتس مع الاخبار اول باول كل ما نزلت. اول شيء اذا طموحك تكون اخصائي في وزاره الصحه او في المجال الصحي، تابع حسابهم الكترونيا، تابع حتى حسابهم في تويتر. الان صاروا يعلنون بجدول محدد بالتواريخ على بند التشغيل الذاتي، وهو اكثر الوظائف اللي صارت تنزل عليه، وهو حتى توجه الدوله في رؤيه 2030. وجدارة بالخدمة المدنية شيء بسيط برضو يعلنون فيها. وظائف التشغيل الذاتي سواء كانت في المستشفيات التخصصية أو المدن الطبية والعسكرية تبع الحرس الوطني أو وزارة الدفاع برضو يعلنون عنها في حساباتهم ومواقعهم. خلكم أبديتس، حتى شوفوا الجوب ديسكريبشن وش فيه، من يطلبون خبرة، أحيانا يطلبون يعني مثلا ممكن هذا تشوفه. الوظائف الأكاديمية برضو تكون على حساباتهم، إذا أنت تطمح إنك تكون أو أنت تطمحين إنك تكونين معيدة، تابع الجامعة اللي أنت تطمحين إنك تكونين من ضمنها عبر إعلاناتهم. طبعاً مجرد ما يعلن الإعلان تدخلون إلكترونياً وتعبون بياناتكم فيه، من بيانات شخصية، تسوون أبلود لشهاداتكم، وثائقكم بي دي إف ودوراتكم وإلى آخره. يعني مجرد ما ينزل الرابط وانت انترست فيه بيكون الإجراء سهل عليك. أخيرا شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم، وأتمنى أني كنت ضيفة خفيفة عليكم، وشكرا جزيلا على MRI Education على استضافتهم. إن شاء الله راح أقدم هذه الدورة كاملة، أنا أعتذر جدا أني قدمت اليوم بشكل مختصر لكن الوقت ضيق شوي، أقدمها بشكل كامل إن شاء الله خلال الأيام القادمة، بعلن عنها في حسابي بتويتر، وتشرفت فيكم جميعا، شاكرة ومقدرة لكم.